ممكن كلمة معاكم بس؟ كلمة على اللايف بس. متابعينا مشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، بنرحب بحضراتكم في لايف وبث مباشر. يعني عايزين نعرف رايك النهارده عن اللقاء، رايك النهارده في الماتش. والله الزمالك دايما كده بيحطنا في المواقف دي، لازم يقلقنا. المفروض كان خلص الماتش مش الثلاثة الاولاني 2-0، بس الحمد لله. يعني الحمد لله ان احنا برؤى والسيسي هي عدت بستر ربنا. طب اخر سؤال بس، مين كان نجم اللقاء من وجهه نظرك؟ احمد حمدي. تبت سال احمد حمدي. لأ احمد حمدي، شكرا جدا. يعني اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، فرحه عارمه من امام استاد القاهره من جماهير نادي الزمالك طبعا، بعد الفوز بالكونفدراليه الافريقيه على حسابنا ضد بركان، وما زلنا بنرصد. ايه رايك في الماتش النهارده؟ ايه رايكم في الماتش النهارده؟ حلو بقى. كلمه لسه ما معاد. مين نجم اللقاء؟ احمد حمدي. يعني طبعا اعزائي المشاهدين، فرحه كبيره. يعني عايزين نعرف منك، مين ايه رايك في الماتش النهارده كده؟ والله الحمد لله على المكسب، وكده كده الماتش ما كانش عادي، يعني ما كانش كويس قوي. الحمد لله ان احنا كسبنا. احسن لاعب في الماتش زيزو. اسمه عبد المجيد مفتوح، يقعدوا في البيوت. شايف ان هم مش قد ال ما يلعبوش كوره في نادي الزمالك دي. مش لعيبه نادي الزمالك دي. احنا ما عندناش غير زيزو راجل في الملعب. ما عندناش حد تاني. طب المدرب، يعني وجهه نظرك في المدرب كانت ايه؟ يا بيل طول الماتش واقف حاطط ايده كده في جيبه. احنا عايزين مدرب ذكر يشكم اللعيبه دي من الملعب. مش مقتنع بالمدرب؟ لا. الحمد لله كده على المكسب، واللي جاي افضل، والفلوس اللي داخله دي هنجيب بيها لعيبه. سمعت كمان يعني بعد الاهتافات لنادي الزمالك انهم مستنين الاهلي في السوبر، يعني ان الزمالك ان احنا هنستنى الاهلي، لان كده الاهلي هياخد على وشه هنا في مصر. واحنا هنجيب له حقه طبعا كالعاده، عشان هو بيلبس احمر احمر. مش عايز اقول اكتر من كده. طبعا شكرا للداخليه كلها ان هي وقفت موجوده ومنسقه الماتش كويس جدا. ايه رايك في الماتش النهارده؟ بصراحه انا جاي هوبار اول حاجه، انا طالع ميتين امي عشان مين نجم اللقاء؟ يعني مين نجم اللقاء كده شايف؟ المسلوسي. المدرب شايف انه يكمل ولا ممكن يكون في تغيير؟ وانا شايف انه يكمل. بشكرك جدا. يعني اعزائي المشاهدين، يعني طبعا لحظة فارقة في نادي الزمالك، وطبعا الاحتفالات اهي زي ما حضراتكم شايفين بالاعلام وبالشماريخ. يعني طبعا فرحه جنونيه، جماهير نادي الزمالك، ويعني الاعلام البيضاء ترفرف في امام استاد القاهره ما شاء الله. ايه رايك في الماتش النهارده؟ ايه رايك في الماتش اللقاء؟ ادينا كلمه عن اللقاء كده. ايه؟ ادينا كلمه عن اللقاء. يعني عايز هو الماتش يعني كان في المتناول، وكنا نخلص في الشوط الاول. بس يعني المدرب شايف ان المدرب قد المسؤوليه ولا ممكن يتغير؟ طبعا المدرب كويس. هو محتاج انه ياخد فرصته، ولو هو متاح له يعني لو في له الصلاحيات ان هو هو اللي يتعامل مع اللعيبه او كده. هو بشكرك جدا. عفوا. مين بقى انت؟ يعني زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين، يعني طبعا اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو كبير ميديا، حاله من الفرح على وجوه جماهير نادي الزمالك طبعا
احتفالا يعني بفوزهم بالكونفدراليه، يعني عايزين نعرف رايك في الماتش النهارده كان ايه؟ لا ماتش بالكون. طب مين نجم اللقاء؟ محمد حمدي طبعا. يعني عايزين ناخد منك كلمه كده عن الماتش. مين نجم اللقاء؟ يعني طبعا فرحه عارمه من جماهير نادي الزمالك. ممكن ناخد منك كلمه على اللقاء؟ عايزين نعرف كده رايك في اللقاء النهارده كان عامل ازاي يعني. الحمد لله قول لنا كده التفاصيل. الحمد لله كان لقاء صعب، بس احنا يعني كل ده برغم كل ده كسبنا والحمد لله. بس احسن حاجه الجزيري كان المفروض يطلع، كان المفروض يطلع واحد كتير من الجماهير بيقول كده. والمسلوسي احسن واحد في الماتش. مين شايف نجم اللقاء المسلوسي؟ المدرب بقى شايف المدرب يعني كان المدرب مش وحش، المدرب بس عنده اخطاء بسيطه. طب سمعنا بعض الاقاويل ان جماهير الزمالك وهي بتحتفل بقى ان احنا خلاص مستنين الاهلي في السوبر. يعني ماتش الاهلي مش سهل برضه، صعب. الترجي فرقه مش سهله. فلسه هنشوف. بس تتمنى ان الزمالك يقابل الاهلي في السوبر؟ لا ترجي. بشكرك جدا يا استاذ عادل. يعني اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، يعني فرحه عارمه هنا. يعني عايزين بقى كلمه عن اللقاء كده النهارده، رايكم في اللقاء؟ مين نجم الماتش طيب؟ احمد سيد زيزو. زيزو انا نجم الماتش. يعني طبعا اعزائي المشاهدين فرحه كده عارمه. مين نجم اللقاء النهارده؟ المسلوسي. يعني طبعا احتفالات، والاحتفالات لا تتوقف. ايه ابو كبير ميديا تعال، عايزين نعرف منك كده رايك عن اللقاء النهارده، يعني قول لنا كده. الحمد لله فوزنا وان شاء الله نكمل في السوبر. مكملين في السوبر، مستنين الاهلي في السوبر. السوبر بتاعنا ان شاء الله، عايزين الاهلي في السوبر. بشكرك جدا. يعني طبعا فرحه وزحام في محيط استاد القاهرة طبعا بعد فوز نادي الزمالك بالكونفدرالية. مين نجم اللقاء النهاردة؟ حمزة المسلوسي. المسلوسي كله يعني معظم الآراء الحقيقة بتقول إن المسلوسي هو يعني نجم اللقاء كده زي ما بيقولوا. وأفراح هنا في استاد القاهرة، والأفراح يعني مستمرة للصباح كده زي ما بيقولوا. وطبعا يعني دي كانت تغطيتنا اعزائي المشاهدين، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان من استاد القاهره. كنا مع حضراتكم لحظه بلحظه، يعني من اول الماتش كده لحد الاحتفالات والنهايات. وكان معكم محمد شلتوت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.